سعد بن عبد الرحمن بن جيفان من أهل الرياض، فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الأفراس الإنتاج السعودي التي لم تربع عمر 3 سنوات. في شوطنا الثالث على جائزة سعد بن عبد الرحمن بن جيفان من أهل الرياض رحمه الله، وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، من علامة 1400 متر، ونوار الجواد في المقدمة مع محاولات من معزمة وكذلك أقمار للدخول، وردة الجناد درة الجنادرية الآن تحاول الدخول للمرتبة الثالثة والتنافس على أشد من البداية للأفراس الإنتاج السعودي التي لم تربع عمر 3 سنوات، ولا زالت نوار الجواد في المقدمة بقيادة عبد الله سليمان العظيم مع محاولات من درة الجنادرية، وكذلك المحاولة من معزمة بقيادة أحمد الشايع، واقتراب من المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، ولا زالت نوار الجواد المحاولات تأتي الآن من معزمة للتقدم، معزمة تتقدم الآن لتحقيق المرتبة الأولى، معزمة تتقدم ما شاء الله تبارك الله بقيادة أحمد الشايع، معزمة تحقق الانتصار وتبتعد عن هذه الفئة. إذن ألف مبروك لإبراهيم نصيب الأخضر، فوز معزمة في هذا الشوط، المركز الثاني على ما أعتقد نوار الجواد.